صباح الخير مجددا لكل المشاهدين اللي عم بتابعونا. لقاء تجميلي بامتياز مع خبيرة التجميل جورجيت ريشا. صباح الخير. صباح الخير. اليوم موضوع بعتقد بهم كل اللي عم بتابعونا. نعم. خاصة بعد هول الجمعتين العواصف كلنا والسقع. ايدينا كلنا نشفنا. كلنا ايدينا نشفنا. انا لا كثير انا لا لا انا رح اعلمهم السر. يلا هلا رح نتعلم أكيد. كلنا السر. بدي اذكر كافة المشاهدين اكيد عناوينك وارقام التليفون رح تمرق كمان. نعم. بالكلينكس لحتى تكونوا عم بتزوروا جورجيت. وبتذكر كمان انك عم تعطي هيدي الشغل اللي بعتقد كلنا بحاجه الى دروس ميك اب للشخص هو ذاته يتعلم كيف يعمل ميك اب لحاله. واليوم رح نشوف كيف قدرتي مع انه كلنا قشبوا ايدينا وشفافنا ضلك محافظه على البشره. صحيح. أول شغلة بدي أقول لهم أنه نحن بفترة العاصفة أكيد الإيدين وبشرة الوجه حتى بشرة الجسم بيتأثروا، وزيادة نحن تعرفي أنه بدنا نتدفى بيكون ساقع كتير، سو منقرب إيدينا دغري على السخن والبشرة فيه بقلبها مي، كرمال هيك نحن عم نبلش نخسر مي. وزيادة السيدات والصبايا اللي عايشين كمان بمناطق الجبلية اللي بيكون تأجف أكتر فعم تتأثر بشرتهم بشكل كبير. فأنا اليوم بدي أعطي تيبس كيف بيقدروا هني يحافظوا بفترة السقعة أكيد ما الإيدين ينشفوا، بنفس الوقت كيف لازم نحنا نهتم فيهم. ورح نعمل خلطة من زيوت طبيعية، رح عدد أكيد شو هن الزيوت هن بيقدروا يستخدموا من الأشياء اللي موجودة عندهم أكيد والمتوفرة عندهم، بس أكيد هيدا الخلطة نقدر نحن نستخدمها على بشرة الإيدين، نقدر نستخدمها كمان على بشرة الجسم بس منا للوجه، هي بس اليوم خصوصي لبشرة الإيدين. بدي بلش حدد شوي المشاكل اللي نحن منعنيها ببشرة الإيدين غير الجفاف والخشونة. ممكن يكون في عنا تشقق بالإيدين، ممكن يكون في عنا مثل إكزيما يعني إحمرار كتير قوي. فلسيدات والصبايا اللي عم بيعانوا من هيدي المشكلة ممنوع يستعملوا الخلطة اللي أنا رح أعطيها اليوم، لأنه رح يكونوا عم بيزيدوا مشكلتهم مش عم بخففوها. فاليوم إذا نحن بس رح نلاقي أنه نشاف وعلى الملمس خشن نقدر نستعمل هيدي الخلطة، أما إذا منلاقي في عنا جروحات أو إحمرار قوي بالإيدين ما مفروض نستخدمهم، لازم نستخدم كريمات مرطبة مهدئة أو إشياء أباز دو كارتيزان حسب الوضع اللي عنا إياه لمدة 10 أيام، ومن بعدها منشيل الخلايا الميتة. أكيد بدي أذكر كافة المشاهدات والمشاهدين كمان يلي عم بتابعونا 01491703 فيكم تتواصلوا معنا وتطرحوا كمان على خبيرة التجميل جورجيت ريشا كافة أسئلتكم. نبلش بالخلطة. صحيح. أنا اليوم حضرت ملح خشين. أوكي. أوكي. وإذا لقينا الحبوب كتير كبار فيهم يدقون شوي تا ينعموا تا يقدروا بس يفركوا الإيدين ما نعمل جروحات. على طول بركز على هذا الموضوع، البشرة الجسم او الايدين حتى لو بدنا نعمل سكراب للوجه بدنا تكون طريقه دوس ناعمه، ما بدنا نجرح، ما بدنا نضلنا عم نفرك تتحمر البشره. انا حضرت مجموعه من الزيوت مثل ما كنت عم خبر كل السيدات والصبايا اللي عم بيتابعونا، رح بلش عددهم. رح بلش بزيت النعنع. اوكي. زيت النعنع له فوائد كتير كبيره حتى للسيدات والصبايا اللي بيعانوا من اوجاع بالاجرين او حتى اللي بيوقفوا لفتره طويله بيعانوا من اوجاع اذا فركوا مع زيت. صحيح. زيت النعنع رح يكون عم بيهدي هاي الاوجاع. رح زيد زيت لوز، يا لوز مر يا لوز حلو اللي متوفر عنا. كمان نعرف زيت اللوز قد ايه هو مفيد للبشرة الجسم وقد ايه بيرطب البشرة، وبنفس الوقت اذا نحن عندنا فيرجيتور يعني الخطوط اللي بتطلع من وراء زيادة الوزن او السيدات الحوامل اكيد زيت اللوز بيكون عم بيساعدنا تخففهم. رح زيد زيت اللافندر لانه ريحته كتير حلوة وبنفس الوقت هو مهدئ بيرخي. رح زيد زيت الأرغان اللي معروف في بقلبه كمان الفيتامين إيه اللي رح نستفيد تنغذي بشرتنا. هن شو بيلاقوا بيقدروا يحطوا؟ بيقدروا يحطوا كوكونات أويل، هلا أنا رح أحط كمان كوكونات أويل، بيقدروا يحطوا تشيا باتر بس بدهم يدوبوها شوي. أوكي. بس أنا بفضل إنه يستخدموا أشياء ما بتجمد الأويل فيها لأنه هو السكراب لازم بس بدنا نعمله تيقدر يمد معنا على الجلدة، أو ساعات إذا بدنا نعمل كمية صغيرة بنستخدمها ما بنتركها لوقت طويل. أوكي. كرمال ما يجمدوا.
رح زيد الشاي الاخضر واللي هو كثير مهم للجلده، هو انتي اوكسيدان مضاد للاكسده، وبنفس الوقت بيعطي البشره كثير حلو، بيعطيها كمان جلو. وهيك الخلطه صارت جاهزه. رح نجربها على ايديك. فرجينا ايديك بيفور. ايه لا كثير كثير ناشفين، مع انه بحط كثير كريمز بس. اوكي رح نشوف هلا ايدين معي بيفور عم شدوا. ورح نشوف الطريقة كمان، بدنا نحط شوي من الملح الخشن. بدنا نبلش نفرك بطريقة دائرية. رح نلاحظ انه حتى الشاي الاخضر عم يعملنا تقشير للبشره مش بس الملح الخشن. اوكي سؤال تحت الهواء، اذا فيها سيده تستعمل هيدا السكراب لاجريها كمان؟ اكيد لكل الجسم. نعم هيدا السكراب اليوم للايدين للجسم كله بس مش للوجه. اوكي مش معقول الريحه شو طيبه، شفتي؟ لكن مثل ما عم نشوف عم نشتغل بطريقة دائرية، والكمية اللي أنا عملتها بتأديني لكذا لوقت طويل، لأنه بنقدر نتركهم ما عنا مشكلة، إلا إذا حطينا تشيا باتر وإشياء بتجمد أفضل إنه دغري نستخدمهم لأنه بنكون مدوبين للتشيا باتر. رح نشتغل الإيد الثانية. أنا بحب أترك شوي الخلطة على الإيد، لكن مثل ما عم تشوفي ما عم شد. اهم شيء تما يجرحوا الجلده. وبدي اقول لهم انه الشاي الاخضر حتى رح يكون عم يعمل اكسفوليشن للجلده، رح يكون عم بيساعدني لنشيل الخلايا الميته. اذا عم تحسي فيهم مبسوطه كثير. انا فكر اختم هلا. حتى بدنا نحكي انه الملح الخشن بيعطي طاقة ايجابية وبيريح، فكل هالخلطة اذا انعملت عن جد بالليل عملنا سكراب لكل الجسم ولا ايدينا بنكون نحن عم نريح حالنا وعم نشيل ضغط. عن جد الروايح لحالها هيك سودينج يعني. اكيد، واهم شيء نتاكد الزيوت اللي عم نستخدمها تكون زيوت طبيعية 100% اورجانيك تنقدر ناخذ النتيجة، لانه اذا منا زيوت طبيعية ما حنلاقي نتيجة. لكن اوكي بنتركه شوي، رح نتركه لمدة دقيقة، وأنا رح بلش خبرهم شو في أشياء نحن ممكن تكون عم تأذي لي بشرتي بالشتاء نحن بنعملها بيومياتنا اللي عايشين بالضياع، وإذا هن ما انتبهوا كثير لبشرة إيديهم يعني ظهروا بالسقعة بدون كفوف بيكونوا عم يأذوا حالهم. للي بيولعوا أكيد شمينة وبضلهم كثير حد النار بدون ينتبهوا على طول يحطوا الكفوف تبع النار تبع الفرن كرمال ما نجرح ايدينا، لانه هول كثير بنعاني منهم. وبدي اقول لهم كمان ينتبهوا ما يقربوا ايديهم على السخن مثل ما قلت بالاول. الريحه كثير بهذا الاستوديو عن جد صارت كلها زيوت. واكيد بدي اقول لهم انه يستخدموا كريم المرطب بشكل يومي، ما نستلشق بهيدا الموضوع ابدا. اوكي نحن رح نغسلك شيء ايديك تنبلش نشوف النتيجه اصلا بلشت تبين. لا شو حلو الاحساس. انا بدي اقول لهم انه انا حاطه مي فاتره لانه الزيت ما بينشال بمي مسقعه بس مش مي سخنه، واكيد بدي اقول لهم يبتعدوا عن الحمامات بالمي السخنه كثير، بنكون عم نستخدم المي الفاتره لانه كمان الحمام بالمي السخنه بينشف بشره الوجه بينشف بشره الايدين. ومثل ما عم تشوفي معي انه النتيجه كثير سريعه، هيدا الافتر تبع ايدين معي. واو او ماي جاد، عن جد يعني نتيجة كثير سريعة سريعة. ايه ما توقعت صراحة هالقد، لأنه هلا رح نغسل ايد ثاني وبتفرجيهم على الكاميرا ايديك كيف صاروا. عن جد حتى أنا عم غسل لك حسيت بالفرق، راحت الخشونة دغري. يعني ليكو ما بعرف هلا
يمكن ما مبين كثير بس الاحساس، بس هو لايف كثير واضح، حتى الملمس راحت كل الخشونه عن ايديا لمي. واكيد مي بتقدر تعملي هذا السكراب مرتين بالاسبوع لايديك، وفيكي مره بالاسبوع لبشره الجسم. طريقه كثير هينه. الزيوت اكثريتنا عندنا زيوت طبيعيه، لانه كلنا بنعرف بنحب الاشياء الاورجانيك، فموجودين بنحطهم، ما علينا غير انه نستخدمهم، نهتم بحالنا، ما ننسى ابدا انه نحن نهمل حالنا، لانه كل ما نحن نكون عم نهتم بحالنا، كل ما نحن عم نزيد ثقتنا بنفسنا، كل ما نحن عم نريح حالنا، واكيد نتخلص من كل المشاكل الهموم اللي نحن بنحملها كل النهار. اخر شيء بس تهتمي بحالك شوي بتنسي من ميله. هلا اللي ما عنده الا زيت زيتون مثلا، انا بعرف تستعملوا انتم زيت الزيتون اكيد بالخلطات، فيه حطوا زيت زيتون، فيهم يحطوا زيت سمسم، بس انه المفروض يكون عندنا كمان زيت لوز تقريبا. يعني زيت اللوز موجود زيت اللوز عند الكل، ولانه انا كمان على طول بحلقاتنا بقول انه انا زيت اللوز حتى فيهم يكونوا يستخدموه كدي ماكيان، يشيلوا فيه الميك اب عن العيون، وهو بنفس الوقت بيرطب لي المنطقه اللي هي تحت العين. بس بدنا ننتبه على الكميه اللي عم تنحط، وبس بدنا نستخدمه كدي ماكيان بس ينحط على القطنه، بدنا نزيد معه شويه مي كرمال ما يفوت الزيت على عيني ويأذيني. أكيد بدنا نذكر كافة المشاهدين عناوينك وأرقامك أكيد قطعت على الشاشة، وكمان نعم. عبر مواقع التواصل الاجتماعي جورجيت ريشا عبر إنستغرام، جورجيت أندرسكور ريشا، بيقدروا يعملوا لي فولو. لكل أسئلتهم بيقدروا يبعثوا لي دايركت مسج، أنا عم رد على الكل. كل شيء خاصه بالسكن بالبشرة، وأكيد طريقة الاهتمام بالبشرة نحن على طول بنعطيها من الاستوديو 100 يوم جديد كل خميس. شكرا كثير لحضورك معنا، أهلا وسهلا فيك جورجيت ريشا. بدي أذكر كافة المشاهدين كل نهار خميس بنفس الوقت بتطلع عليكم خبيرة التجميل جورجيت ريشا. بعد الفاصل دكتور رائد محسن، وحلقة مثل دايما مثيرة للاهتمام عن التنافس بين الأخوة، تابعونا.